سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة القارعة. ما القارعة ما القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة. وما أدراك وما أدراك وما أدراك. ما القارعة ما القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون يوم يكون يوم يكون. الناس الناس الناس. يوم يكون الناس يوم يكون الناس يوم يكون الناس. كالفراش كالفراش كالفراش. يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش. يوم يكون الناس كالفراش. المبثوث المبثوث المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون وتكون وتكون. الجبال الجبال الجبال. وتكون الجبال وتكون الجبال وتكون الجبال.
كالعهن كالعهن كالعهن، وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش المنفوش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من فأما من فأما من ثقلت ثقلت ثقلت، فأما من ثقلت فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه موازينه موازينه، فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة،
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 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 فهو في عيشة فهو في عيشة فهو في عيشة راضية 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 فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 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 فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك وما أدراك
ما هي ما هي ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار 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 حامية 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 نار حامية نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.